وحشك. لا بس عطلة. عطلة عن ايه بالتوصف؟ عطلة عن الشغل. ما انا دلوقتي في النص التاني من البلد، لا اقدر اشوف عرفات ولا يقدر يشوفني. يا كبده، الدمعة هتفر من عيني. خليها تفر، ربنا ينجيها من العيون اللي كلها طيبة دي. هنعمل ايه؟ اوامر كبارات البلد هي كده، تيجي فوق راس العشاق. مش العايقة اللي تعشق يا ولد المعجباني، العايقة تتعشق بس. وماله؟ انا هتكلم على الشغل بس. احنا تبع هوا الايام، كل يوم ترمينا في حال. كانك فرحان. فرحان ان البلد اتقسمت؟ ودي سهله. لا بس كل حاجه وليها حاجه. البلد اتقسمت صح، لكن احنا خسرنا الراجل وسره. سر ايه ده؟ طلع لقيم وحويط، ده جه لحد هنا وقال السر قدامك وقدام طرح البحر كلهم، ومحدش فهم حاجه. عشان اللي اتقال قدام الناس غير اللي اتقال في الود. شيعتك كذا دور، وكل دور يغلبك. ما غلبنيش، دي حكايه وليها اصولها، تروح مره وتيجي مره. لرب اخر من اللي اشترى بالتعجلين. كيف يعني؟ يعني اني عايقه وبشوف. قلت لك المشوار طويل لسه ما خلصش. والميتة خلدون هيصبر ويستنى لغاية لما المشوار يخلص، ولاقيكي طايرة معاه في حوض الله. وأقول افرح يا خلدون افرح، العايقة خلاص بقيت مجذوبة. وده كلام برضو؟ العايقة تجذب ميت ولي ويفضل قلبه على حاله. يقدر على البحر يا عايقة، البحر يغرب أشطر عوام. أنا البحر يا خلدون، بس أنت نساك.